مرحبا قراء الصغار، أهلا بكم مع كتاب جديد. كتاب اليوم هو أول كتاب في المجموعة الصوتية التي ستعلمنا كيف ننطق أصوات اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. هذه المجموعة تدعى Jolly Phonics، وهذا الكتاب التعليمي اسمه Finger Phonics. كل كتاب فيه مجموعة من الأحرف باللغة الإنجليزية سنتعلمها بطريقة معينة. في البداية سنأخذ اسم الحرف، ثم صوته، ثم حركته. وحركة الصوت أو الفعل المصاحب للصوت يساعد على تثبيت الصوت لدى الأطفال. إذن فهيا نبدأ. في البداية نبدأ مع letter S، capital S، small S. The sound is s. The action is wave hand in S shape like a snake and say s. ومعناه أن نحرك أيدينا على شكل حرف الاس، وهو حركة الثعبان. هيا لنقرأ هذه الكلمات: sun، sand، nest، spots، snake. الحرف التالي letter A، capital A، small A. The sound is a, a. The action is wiggle fingers above elbow as if ants crawling on you and say a, 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 a. ويعني أن نحرك أيدينا على أذرعتنا كأن هناك نمل يمشي عليها، ونكرر الصوت أ أ أ. هيا لنقرأ الكلمات: A apple، man، jam، hat. A ants. لننتقل إلى الحرف التالي letter T، capital T، small T. The sound is T, T. The action is turn head from side to side as if watching tennis and say T, 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 T. ومعناه أن نحرك رأسنا إلى اليمين إلى اليسار كأننا نشاهد مباراة للتنس. هيا بنا لنقرأ الكلمات: T top، ten، cats، not. T tennis. هيا بنا إلى الحرف التالي letter I، capital I، small I. The sound is e e e. The action is pretend to be a mouse by wiggling fingers at end of nose and squeak e e e e. ومعناه أن نحرك أصابعنا على وجهنا كأننا فأر صغير، ونصنع مثل ما يفعل الفأر إي 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 هكذا. هيا بنا لنقرأ الكلمات: إي إل، هيل، سيت، لب. إي إنك. هيا بنا إلى الحرف التالي letter P، capital P،
small p. The sound is p, p, p. The action is pretend to puff out candles and say p, 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 p. والمعنى أن نفعل كما يفعل هذا الولد وننفخ الشموع. إذن فعندما يخرج من فمنا letter P يجب أن يخرج أيضا بعض الهواء. هيا بنا لنقرأ الكلمات. P pig, spin, pop, P puff. لننتقل إلى الحرف التالي letter N. Capital N, small n. The sound is n, n. The action is make noise as if a plane, hold arms out and say n. والمعنى أن نصنع بأذرعتنا كأننا طائرة ونحدث الصوت ن. هيا بنا لنقرأ الكلمات. neck, nap, hand, man, net. يا ترى ما هو الحرف التالي؟ لقد انتهينا. هيا نراجع على الأصوات التي أخذناها. إي إي إيغلو. ن نت. أ أ أبل. ب ب ب بنسل. ت تيرتل. Sun. هيا لنقرأ هذه الكلمات والتي تتكون من الحروف التي أخذناها في هذا الكتاب، وطريقة القراءة تكون صوتا صوتا بهذه الطريقة. P I N. P I N. Pin. A A T at. S it. S it. Sit. S ip. Sip. P a n. P a n. Pan. T ip. Tip. P at pat. وانتهى كتابنا لليوم. إلى اللقاء مع كتاب جديد إن شاء الله.